نخش على وصفة المخ البانيه. للمخ البانيه عندي مخ، بقسماط، بصل، كرات، خل أبيض، حبهان، لورة، قرفة، فلفل ومستكة، بقسماط، دقيق، ملح وفلفل، ثوم، ليمون، فلفل أحمر حار، كمون، بيض، لبن، زيت للقلي، وجزر. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها في الحلة دي ان انا هحط مية سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. حالا هقولك. ادي مية سخنة. ملح. فلفل اسود. فلفل اسود حب. خل ابيض. هناخد دول ونقوم منزلين المخ عليهم. بسم الله. غلوة واحدة. اول ما يطلع الريم على الوش هقوم واخداه مصفياه، غسلاه تحت الحنفية بالراحة خالص عشان ما يتبهدلش مني، وهقوم غسلة الحلة ومرجعاها فيها مية سخنة. اوكي؟ اوكي؟ اوكي. اما اجي بقى ارجعه في المية السخنة هنعمل كل الخطوات دي مع بعض. هبتدي بقى اضيف له الكرات والجزر والبصل واللورة والحبهان والمستكة والقرفة وملح وفلفل واسلقه سلقة كاملة. تمام؟ تمام. بعد ما نعمل الخطوة دي اللي احنا هنعملها مع بعض على الهواء بقى يعني مباشرة، هنعمل هيبقى ده شكله. هسيبه في التلاجة يبرد تماما قبل ما اقطعه التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي. برد تماما هقوم اقطعه. اوكي؟ طيب انا عايزة مصفى. الزيت هنا تمام؟ اه تمام. واحدة واحدة، انا عايزة امشي واحدة واحدة عشان ايه؟ تبقوا ملاحظين معايا والدنيا تبقى سهلة بالنسبة لكم. اوكي؟ بقى اول حاجة عملناها في المخ بعد ما نضفناه من كل العروق بتاعته ان احنا حطيناه في مية فيها ملح، فيها فلفل اسود حصى، فيها خل ابيض. اخدنا منه اول غلوة وطلع زي ما انتوا شايفين كده الريم اللي فيه. ايوه بالظبط كده. قبل ما يغلي بقى والريم ده يرجع يخش جوه المخ تاني هقوم واخده. بسم الله الرحمن الرحيم. المخ مصفياه بالراحه خالص يا جماعه لانه هو لسه ما استواش، وطول ما هو لسه ما استواش فهو طري جدا والتعامل معاه لازم يكون بحذر شديد، وإلا هيتفرتك مني ومش هعرف اعمل منه حاجه. هقوم حاطه حله نظيفه على النار، حاطه فيها ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها جزر، كرات، بصل، مستكه، لورا، حبهان، قرفة، ملح، فلفل. تمام؟ تمام. المخ اللي هنا ده بقى هنعمل فيه ايه؟ هقوم جايبة بولة نظيفة وهاخد المخ ده بالراحة خالص، هغسله تحت مية الحنفية وبعدين هصفيه. من المية اللي غسلته فيها بالراحة خالص عشان هو دلوقتي في أطرى مرحلة ليه وأنا مش عايزاه يتبهدل مني. وهروح انزل المخ ده. بصوا لونه بقى عامل ازاي. بصوا لونه لا بني لا رمادي لا في اي حاجه خالص تضايقني.
ونزلت من عليه كل الريم وكل حاجه، هقوم واخداه نازله بيه على الميه هنا اللي حطيت فيها الكرات، الجزر، البصل، الملح، الفلفل، الحبهان، اللورة، المستكة، القرفة، اوكي؟ وهسيبه بقى يتسلق. بعد ما يتسلق هيجرى ايه؟ هسيبه يبرد. بعد ما يبرد هيجرى ايه؟ هقوم اقطعاه مكعبات كده. ماشي يا حلواني؟ اهو ده شكله في الكبة. عصير ليمون، فلفل رومي، فلفل حامي، ثوم مفروم، كمون. حطيت عصير ليمون انا صح؟ ملح ملح، فلفل اسود، وهقوم واخده التتبيله دي هنا في الكبه ضرباها. اخر حاجه هنعملها ونطلع فاصل على طول. وهاخد التتبيله دي بقى ومنزلاها هنا على المخ، هديله يعني ايه حقه في اني بالراحه برضو خالص من غير ما فتته، في اني انا ايه اظبطه كويس جدا في التتبيله دي. وبعدين هرجع اسيبه تاني ساعتين ثلاثه في التتبيله دي. قعدته ساعتين ثلاثه في التتبيله دي، هقوم واخداه بقى منها على الدقيق، البيض، البقسماط. اول حاجه عملناها، ارفع بس ده ثواني كده لحد ما اشرح. اول حاجه عملناها ان احنا خلصنا كميه الجمبري الثانيه اللي كنا رفعناها من على النار بنفس الطريقه، نزلنا فيه الدقيق، ميه، بقسماط، زيت، وبعدين قدمناه، اتقلى وقدمناه. المخ بقى عملنا فيه ايه؟ تعالوا اوريكم عملنا فيه ايه. اخدنا المخ اللي احنا تبلناه بالتتبيله، سبناه فيه ساعتين، هقوم منزله المخ ده في الدقيق كده اهو، وبعدين اقوم واخداه في البيض اللي احنا ضربناه بشويه ميه او لبن او كريمه مع شويه ملح وفلفل اهو اهو، بيض عليه شويه لبن او ميه او كريمه وملح وفلفل ودقيق اهو. وبعدين هاخد من دول، اتاكد بقى كويس جدا ان ده متغلف كويس جدا، والا مش هيشيل معايا البقسماط اهو. بعد بقى ما احط في البقسماط المفروض ادخل الثلاجه ساعتين، اوكي؟ وهقوم واخده البقسماط بالراحة خالص، بس في نفس الوقت عايزة أغلفه كويس، فيعني هديله تغليفة كده محترمة من غير ما أضغط عليه لدرجة إني أهرسه أهو كده. وبعدين هبتدي أقلي. أنا قليت شوية كمان، الشباب ساعدوني في الفاصل، قلينا شوية علشان الكمية ما شاء الله كبيرة وكنت عايزة أقدمها كلها، فهم ساعدوني، بس أنا حبيت إن أنا أوريكم طبعا الخطوات قمنا بيها ازاي. اوكي، بعدين هقوم عندي زيت على النار، هقوم واخده بسم الله الرحمن الرحيم المخ بقى على زيت غزير وسخن، لان انا اوريدي مسوياه يا جماعه، انا اوريدي سلقاه، يعني ممكن اكله مسلوق اصلا او احطه في سلطه، فده انا عايزه منه اللون بس، فده وعشان ما يتهريش كمان مني، فده بحطه على نار عاليه، زيت درجة حرارته عالية، وهنزله. وانا عايزة اقول بقى هنا يعني الريحة خطيرة، مفيش اي ريحة زفارة لان احنا هرناه، يعني تخلصنا من اي حاجة ممكن تسبب الزفارة.